الأمر الثاني العمل، ليس بالكلام وحده تبنى الدول، الدول تبنى بالتضحيات، تبنى بالوعي، تبنى بالجهد، تبنى بالعرق، تبنى بالتعب، تبنى بالعمل، تبنى بالإتقان. ولنا هنا وقفة نختم بها خطبتنا الأولى، هي الحديث عن فضل العمل، ونحن على مقربة من الاحتفال بيوم العمال كرمزية لتشجيع العمل. وقلنا لا بأس على الإطلاق من تخصيص يوم للتركيز على قضية العمل وتكريم العمال، ويوم للتركيز على حقوق الأم وتكريم الأمهات، ويوم للعناية بالأيتام. كل ذلك مما لا حرج فيه، بل ربما كانت الأيام الوطنية والأيام العامة مما يحفز الهمم. فتخصيص يوم لتكريم العمال المجتهدين أمر لا بأس به على الإطلاق، بل إنه مما يشجع على العمل، وديننا دين العمل ودين الإتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.